ضيفتي مشاهدينا هي جوزيان تربي وهي مواطنة من قضاء صغرتا سبعل، وبتقول انه هي مواطنة تحمل الجنسية اللبنانية فقط لغير، وممنوع على اللبنانية انه يرجعوا الى الخلف طالما عندهم اجرين وايدين وعندهم عقل يفكر. من هون طلعت المبادرة الفردية بانها ترجع تعيد اعمار مدرسة كانت تهدمت خلال الحرب اللبنانية وبقيت على حالة من السبعينات، مدرسة رسمية حولتها اليوم لملتقى لاكثر من 90 تلميذ بيتلقوا فيها تعليم من مستوى التعليم بالمدارس الخاصة. يعطيكي ألف عافية أول شيء جوزيان، نقول أنه أنت حتخلطي بين عربي فرنساوي وإنجليزي، فيكي تاخدي حريتك وتحكي ألا ليبانيز مثل ما بنقول باللغة اللي أنت بدك إياها. بونجور. بونجور ناديا. منين أجتك الفكرة أنك ترجعي تعمري هالمدرسة؟ هي ما مثل ما قلتي ما تخربت المدرسة، بس هي كانت ب متروكة مهملة، يعني مكان معمول حتى يكون مدرسة، بناء قديم وفيه أبواب ما بيفوتون الشمس وهيك. بقى اجت الفكرة انه كل اولاد لبنان لازم يكونوا عندهم الشانس انه يقدروا يتعلموا بمكان يكون متأهل، وخاصة اذا اهلهم ما عندهم مصاري كفايه حتى يعلمون بمدارس خاصه. انت جوزيان اصلا مهندسه واستاذه بجامعه الألبام، من هون اجت فكره يعني العمار؟ مزبوط مزبوط، انا مهندسه معماريه، ووقت اللي بلشنا نفكر انه نعطي بناء جديد لمدرسه سبعل الرسميه حبيت انه اعطيها البريسيبت داركتكتور دورابل اللي هي التنمية المستدامة أو الهندسة المستدامة البيئية، وهي على فكرة أول مدرسة بلبنان بيكون عندها كل هال، يعني شو الانكلو بهالهندسة؟ مثلا المدرسة عندها أول شيء هي مستطيلة الشكل، يعني منا مثل بناية، كل الصفوف بيعطوا صوب جنوب، يعني في نحن عندنا شمس ببلاش، بقى ليش بدنا نستعمل الكهرباء اذا عندنا شمس ولوميير ناتوريل. في عندنا بالمدرسه دوبل مور دوبل فيتراج، يعني الاولاد ما بيتاثروا بالطقس الخارجي. في عندنا اون تيراس بلانتي، يعني مثل من قديم الزمان مثل كل بيوتنا الجبلية كان في عندها كمية من التراب وكان في محدلة وهيك، أكيد هلأ مش رح نستعمل محدلة، بس هي التراب هو عازل كتير عظيم. بكل بلاد العالم هلأ كل السطوح بيكونوا مزروعين، و ناخذ كمان مية الشتاء نرجع نستعملها بالغزيرفوار دو تبع المدرسة، وهيك الأولاد من صغرهم. مين مول هالمشروع هيدا؟ يعني المشروع بكلف مصاري، مين موله؟ أكيد أكيد هي الدولة اللبنانية ما كان عندها مصاري من شان هيدا المشروع. بقى في الدولة الإيطالية عطتنا 300,000 يورو، رجعوا بعدين اولاد مسيو ميشيل ادي الوزير السابق عطونا 400,000 دولار، في ناس بالاغتراب عطونا 1-3,000 1-4,000، في اولاد المكتبه العامه بسبهل عملوا دي ترافو مانيوال وباعوهم بسوق الطيب ولموا 1,000 دولار كمان برعوا للمدرسه، برعوا للمدرسه، وهيدا صار مثل ان بروجي جماعي. جوزيان قلتي لي شغله عجبتني، قلتي لي مش كان بس عندهم الهندسه الضروريه، كنت كمان حابه انك ترفعي من مستوى التعليم اللي هن بيتلقوه ليكون بمستوى تعليم المدارس الخاصه، مش يعني المدارس الرسميه او اقل، كان بدك انه كمان يكون مستوى التعليم مستوى يكون مثالي او ايديال بهالمدرسه. مزبوط. لأنه شو عملتي لو وصلتي لمستوى تعليم مثل ما انت بدك؟ مش بس بناء حجر، بس بناء بشر. بقى عرفنا بمؤسسة اسمها الغريف غروبمان دو ريتريتي ديدوكاتور سان فرونتيير، يلي هن بيجوا ببلدان بيكون عندهم ضعف مثلا باللغة الفرنسية، ونحن على فكرة بلبنان عندنا البيلانغويسم، يعني نحن من صغرنا ندرس بالعربي وبالفرنساوي، بس مع الحرب للأسف
صار في مثل تدهور شوي بالتعليم بالفرنساوي. من شان حتى ندعم هالشيء قبلت السفارة الفرنساوية انه تمول هالبروجي، وجرينا مع مدرسة سبلة بهالرسمية ثلاث مدارس صغيرة من قضاء صغرتا، وهن مدرسة أردة رسمية وكفر زينة ومزيارة، واجوا الفرنساوية. ما بعرف إذا رح نشوفهم بال يا ريت نشوف الصور نسري بنفس الوقت كمان. اوكي. شو شغلتهم يعملوا بداخل المدرسة؟ بيكونوا موجودين طيلة الوقت مع التلاميذ؟ بيكونوا موجودين 4 أشهر بالسنة بوغ اون دوغي دو 3 سنين. بيعلموا التلاميذ مباشرة أو بيعلموا الأساتذة؟ بيعلموا الأساتذة، بيكونوا حد الأساتذة حتى يدعمون على الدروس يلي بتنعطى بالفرنساوي. يعني مات، فيزيك، شيمي، فرنسي، على الأكثر بيدعموا اللغة الفرنسية عند الأساتذة لحتى يقدروا يحكوا فرنسي بطيلة الوقت مع التلاميذ. مزبوط. Le plaisir d'enseigner en français. هل التلاميذ كانوا 30 قلتي لي السنه الماضيه، السنه هن 90؟ كانوا 40. كانوا 40 صاروا 90؟ صاروا 90، وان الله راد السنه الجايه رح يكونوا 180 واكثر واكثر. بتساع هالقد المدرسه؟ ايه بتساع، بتساع 300 تلميذ. وبتعرفي نادية هلا الاهالي عندهم كثير دو لا ديفيكولتي انه يدفعوا سوطة المدرسه الخاصه. بقى ليش ما بيتشجعوا و بيحطوا اولادهم بمدارس رسمية خاصة رسمية اذا مدعومة، صح، واذا عم تعطي دو بون ريزولتا. الله راد. هون عم نشوف صور المدرسة. ايه هيدي المدرسة يلي قد ايه مبسوطين التلاميذ انه هن بهيك مدرسة؟ كثير مبسوطين، عم بيجوا يشوفوا من وقت للتاني، بيفوتوا بيكزروا جوات المدرسة. كثير كثير مبسوطين، مدرسة عن جد تري بيان انتغري بالطبيعة. على فكرة بكل المحلات فيك تشوف الطبيعة، فيها زيز كثير، فيها ضوء كثير، فيها يعني صاروا أيغاسيون. اللي بالمدارس الخاصة لازم يغاروا منهم للي بهالمدرسة. مزبوط، إن شاء الله إن شاء الله كل المدارس تغار حتى لبنان يكون. جوزيان، كان عندك كمان انيسياتيف او مبادره فرديه انك قررتي انك تعيدي احياء او تفتحي المكتب الوطني، المكتب العامي. نفتح المكتب العامي من 3 سنين كمان. سبعل بسبعل كمان. من 3 سنين قررت وزاره الثقافه انه تفتح مكتبات عامه بكل لبنان. وبتعرفي هلا بوقت الاولاد والكبار مولعين بالانترنت وهيك، كان مشروع شوي صعب انه الواحد يتقبله. بس نشكر الله من بعد 3 سنين في عنا، نحن بنفتخر انه في عنا 500 ابوني بالمكتبه و10,000 كتب بالعربي والفرنساوي والانجليزي وبلان داكتيفيتي. هالمكتب دي صارت مثل نبض الضيعه، وكله بيمرق عليها وكله بيجي. اذا 10,000 كتاب و500 ابوني، يعني كل الضيعه عندكم. مش بس للضيعه، هي من شان كمان الضيعه اللي حولها. لانه ما في مكتبات غيرها بكل القضاء. شو بيعملوا الابوني؟ بيقدروا يجوا ياخذوا كتب، يستعينوا كتب، يرجعوا، يستعينوا كتب، يقروا هنيك. في دي سيونس دو سيني كلوب، في كلوب دو ليكتور كمان، وهيدي في ان كون دو جون هلا على فكره كثير كثير حلو. في 90 ولد دو 7 ا 15 ans راح ياخذوا دي كور دو فرونسي مع الانستيتيو فرونسي دو تريبولي، وفي 15 جون فرونسي جايين من باريس بهالصيفيه يقعدوا 3 جماع بسبعل من شان حتى يلعبوا الاولاد. و قلتي لي حتى علمت اللغه الانجليزيه فيها. مزبوط، في البريتش كونسل كمان اجا وعلم اللغه الانجليزيه. ان شاء الله بصير هيك بكل المدارس الرسميه بلبنان، ويكون في ناس كمان بيشبهوك جوزيان، يكون عندهم ذات الشغف وذات الإرادة وذات المبادرة، وكمان يحيوا المدارس الرسمية بكل المناطق اللبنانية. يعطيك ألف عافية، ونحن على طول هون لحتى نغطي لكم أخباركم. أهلا وسهلا فيك. ميرسي نادية. نحن حناخد بريك ونرجع نتابع، خليكم معنا.